من عمان ارحب باحمد عزام المحلل الاول لاسواق المال في ايكويتي. اهلا ومرحبا بك استاذ احمد، شكرا على وجودك. هل تعتقد ان بنك اليابان سيتحرك وسيتدخل في سوق الصرف؟ مساء الخير محمد، شكرا للاستضافة. نعم، بكل تأكيد التاريخ يعيد نفسه كما يقال. اليابان بكل الأحوال تتدخل في الفترات بين الفترات التاريخية عندما يكون هناك ضعف للين، كما ذكرت محمد بأن التدخل لتقوية الين ممكن أن يكون أسهل نوعا ما لإضعافه، لكن الوقت الحالي اليابان لم تعد دولة فقط مصدرة، بل هي أصبحت دولة مستوردة، دولة مصدرة، حتى وأنها دولة تعتمد على الإنتاج في خارج بلدها، فبكل تأكيد هي تحتاج تقوية الين الياباني. لكن بكل تأكيد السؤال اللي بيطرح نفسه محمد، 145 حاليا سعر الدولار مقابل الين الياباني، هي مستويات تاريخيا شفنا تدخل في سبتمبر الماضي على سبيل المثال، لكن لم يكن تدخل فاعل. من 145 تم الانخفاض الى 139، ثم شفنا هايات جديده الى 151. على ما اعتقد التدخل قد يكون قريب من هذه المستويات. حتى محمد على ما اعتقد توافقني الراي بانه انخفاضات الين من 151 الى 127 لم يكن بسبب تدخل الين، كان بسبب ضعف الدولار الامريكي. فلو شفنا اليورو سجل ارتفاعات من 95 سنت الى 103، الى دولار فاصل 6 سنت، حتى الباوند سجل ارتفاعات من دولار 3 سنت الى ما يقارب 100 دولار 27 سنت، فلم يكن تدخل فاعل. فعلى ما اعتقد التدخل الفاعل تاريخيا كما نطلع عليه هو تدخل منسق مع الولايات المتحده الامريكيه، تدخل منسق مع الفدرال الامريكي. تاريخيا 12 تدخل مع الفدرال الامريكي بشراء الين الياباني، 11 تدخل كان ناجح، تم تقويه الين الياباني، مع انه بكل تاكيد السياسه النقديه تكون فارقه، سياسه صفريه حاليا، سياسه تسهيليه، شراء السندات. هو اكثر بنك حكومي بين الاقتصادات الكبرى يتجه الى شراء السندات، فبكل تاكيد على ما اعتقد ان التدخل حتى لو كان في هذه المره محمد قد مستويات ال 150 لن يكون تدخل فاعل الا لو كان يعني بالتنسيق مع الفدرالي الامريكي. أحمد اسمح لي فقط لهذه النقطة، هل اليوم هل يصح أن نقارن بالوضع بالنسبة للعام الماضي أصلا؟ لأنه يعني التدخل الذي حدث في العام الماضي كان هناك أيضا حالة من عدم الرضا تجاه الحكومة، الأبروفل ريتنجز كانت تراجعت بشكل كبير وكان هناك تخوف من التضخم. هذه المرة المواطن الياباني سعيد لأنه مؤشرات الأسهم اليابانية ترتفع بقوة وتستفيد من هذه الحالة من ضعف الين، لا توجد نفس المخاوف من التضخم، وبالتالي يعني هل التخوف من تدخل البنك الياباني هو منطقي في هذه الحالة؟ محمد على ما اعتقد هو الهدف الرئيسي هو تقويه الين الياباني. نعم بكل تاكيد نيكاي سجل ارتفاعات على الين الياباني بشكل اكبر من على الدولار الامريكي، اوافق بهذا الموضوع، لكن عندما يكون مربط الفرس هو التدخل لتقويه الين الياباني، فعلى ما اعتقد الحكومه ليس لديها سوى التدخل، تدخل منسق مع الفدرال الامريكي. ثم على ما اعتقد كاز اويدا قد يتجه لتغيير السياسه النقديه لو اتجه التضخم بتسجيل ارتفاعات 3% حاليا، هي مستويات بكل تاكيد مرضيه كل الرضا للشعب الياباني، لحكومه اليابان، لكن اليابان ليست معزل عن العالم محمد. لو شهدنا موجه ارتفاعات للتضخم في الفتره القادمه فستكون مؤذيه على الين الياباني او مؤذيه على الاقتصاد الياباني، سوف يكون التضخم يسجل ارتفاعات بشكل اكبر، خاصه لانه نحن عندنا سياسه صفريه حاليا، فائده صفريه في اليابان مقارنه في فوائد مرتفعه جدا بالاقتصادات الاخرى، فموجه التضخم القادمه سوف قد تكون مؤذيه محمد. وضحت الصوره، شكرا لك احمد عزام المحلل الاول لاسواق المال في ايكويتي، شكرا جزيلا.